السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شوف تيفي، كيف كتشوفوا حنا كنتوزعوا الان في دوار ولاد النسوره، دوار النسوره، دوار النسوره هنا اللي كيتواجد في واحد حد السوالم بالضبط جماعه الخياطه. المشكل هذا المشكل هو مشكل ديال الورثه. هذه السيده اللي كتقول بان الورثه عندهم الورث على الشياع، اليوم تكتفاجئ كدارت مجموعه ديال الرسائل باش يديروا القسمه. عندها زوج خوت ديال امراض ومسته ديال الخوت، جوج خوت ديال امراض والاخرين باقين. اليوم كتفاجئ بان ولادهم كيف كتقول هي بداو كيفسطوا في الارض وكيبيعوا كيبغاو. اليوم غتعاود لنا اشنو وقع بالضبط. السلام عليكم لاله. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، الله يخليكم. الله يخليكم. دابا انا كنتسال في هاد التيتر 4400 ديال 4400 ديال. دابا هاد الناس كيديروا التيتر الحاجه فين كيتواجد؟ فين كيتواجد؟ في سطات، محكمة سطات السيناف. انتم متابعين؟ لا هاد الارض، الارض فين كاينه؟ اسمها دوار، دوار نسورة. دوار نسورة خيايطة. دابا الله يخليكم، هاد الناس كانوا يديروا البرارك، كيفصلوا البرارك وكيف يبيعوا كيبيعوا. كمشيت للرئيس دائرة والو، مشيت للقايد والو، ما خليت فين جريت. انا مريضة بالقلب، ما قداش نجري في هاد التعب كامل. تواصلت مع العامل، الله يخليكم، حتى شي ندوة ما كاينة. دابا داروا شي 1000 متر، شي نص قطار فصلوا وسيري سيجوا فيه. ما خليت درت شكايات ديولي هنا القايد، رئيس ديراق، العامل، والو. الله يخليكم، كنطلب من الناس المسؤولين يحبسوا هادشي. رحنا في القيسمه، رحنا طالعين في القيسمه، كنتسناو في الحكم ديال المحكمه باش تعطينا حقنا لكل واحد. لكل واحد، البلاد فيها الحجر وفيها البلاد مزيانه، كيتعزلوا في البلاد المزيانه وكيديروا فيها عشوائي البرارك. دابا الشيء اللي كنقول لكم، كانت كارفص انا في عين المكان كتشوفوها، كانت كارفص كيصيفطوا ليا العصابه بالحجر بالتهديد بالطرقان، ناكل العصا فين ما مشيت نتهدد. البلاد ديالي شادنا واحد حبس عليا الطريق، ودار لي جامع في بلادي، دار لي مصلى في بلادي، صحة كيجي أذن الله أكبر النهار في الليلة، وجامع لي على الحياة. واش من حقه يدير لي؟ أنا باقا ما قسمت، باقا ما وصلت، دار لي جامع هكاك. واش من حقه شاد بلادو وقام سيج عليها، وأنا دار لي مصلى في بلادي؟ ليش؟ لصحاب المخدرات. هادشي اللي غنقول لكم، راه ظلم، راه ظلم. اخوتي المشاهدين، درتو شكايه؟ درت شكايه، درت شكايه، مشيت للرباط على هاد المواكز، مشيت للرباط على هاد المواكز. السيد عنيس سعيدة الوكيل، دابا باقا ما طلعش معاه، باقا ما خدش، راه قال لي خرجي راقي، خدي رقم الارسال. انا مرت ما بقيتش مشيت، دابا راه باقي المواكز، راه باقيين واقفين، حتى شي ندوه ما كاين. هاد المواكز تما عشوائيين؟ تما عشوائيين، طرقوان ما عندناش. السيد دار مواكز، دار كل شيء، طريق قالك ما نعطيهاش ليكم. فاتح فينا الهونكار، دخلتي معاها وشفتيها، فاتح المواكز. إذا كنا غاديين مع 8 نخرجوا للباصة حتى 9 و10، حنا نتسناو في ذاك المكازا تيتشرجا ذاك الكاميو، عاد ندوزو. ولا درنا هزينا دوينا ولا شي حاجة ناكلوها. هاد البلاصة فين تبنات المواكز تاهي أرض ديالكم؟ تاهي عشية، كلشي عشية، كلشي عشية. ما عرفناش شنو هاد السيبه، ما عرفناش هاد التعدو. حنا اللي ولاد الملك ما عندنا لا محل لا دار لا والو. انا دابا الكوري بغيت نمشي ناخذ ورقه ديال الاصلاح، قال لي ممنوع البلاد عشياء، ممنوع. درت قصديرات، قال لي لا والله تيريبولك، تاتي مخالفه القانون. والعشوائي كاين في بلادي، والعشوائي كاين في بلادي، انا ما عرفش الظلم. دابا قال لي راه مهده بالقانون، راك مهده، قال لي مخالفه القانون. القايد كيصور لي انا في براكه، الدار فصله كلها مشقه، كنوريها ليكم. الضاله غطيح لي، صبت عليا الشتا، الضاله غطيح لي انا وولادي. وقال لي ممنوع، انا معشه، انا دابا نوريكم نعشوش دوري. فين معشه انا وبهيمي؟ انا عايشه وسط البهايم، انا عايشه وسط البهايم. انا كنت الحجر، الحجر كنبني بالحجر، الناس كتبني في الياجور، انا كندير ستر البهايمي بالحجر، انا بني على احسن عجول. اللي بيعني منجر حاشاكم من الكلاب، وكنقول اللي بغيت نبني كنقول يا لا. والعشوائي كاين ما كاين، كاش البرارك ثلاثه كيطلعوا في الليله، في الليل المقدم كيجي يتخلص ويزيد،
اشنو الظن؟ اشنو الظن؟ يقول لي سكتي ما تدويش، لا بغيتي بغيتي تبني سكتي ما تدكريش عشوائي. سكتي راه تاخذي كل شيء. هو العشوائي كتبنى في بلادك؟ في بلادي عشيه. انا كنتسال فيها هنا عشيه، انا وريته فيها، بنت مول الملك. ما شاريه ما والو، بنت مول الملك، كان ورث من جدودي. طرقان ما عديش، هاد الناس باعوا وكيخرجوا الشانطي. كيبيعوا على الشانطي باش يستافدوا على الشانطي. وعباد الله سادين عليهم هنا لداخل، ما عندنا لا بلاد زينه، هما خذوا البلاد زينه، حنا خدنا الحجر. الحجر ما خلاوش لينا. كل اللي كيبيع ويعاود يبيع ويعاود يبيع ثاني التام. يخلي لك البرارك وكيزيد. راه الظلم اسيدي، راه الظلم. الظلم ما عرفناش اش غنديروا. كل اللي باقي روشيرش بيع ودار العشوائي وعاود باب باع الوراق وزيد. هذه امينه الرفاعي خاضت ب 20 درهم. خاضت تيتر ب 20 درهم. خاضت عامر عشوائي ودابا ضربت الخاوي. طلعت الخاوي. هذه وريثه برانيه. خاضت مع الوريث ما عندي، خاضت باع العشوائي. باع حقه كل شيء باعو برارك. وناضت باع لها ثاني الوراق. وخلانا حنا موحلين مع العشوائي، باش نديروا نخرجوا هاد العشوائي. اليوم اشنو كطالبوا لهلا؟ كنطالب الحقوق ديالي. كنطالب الحقوق ديالي من هاد العشوائي. كنطالب الحقوق ديالي. أنا كنطلب من الناس المسؤولين يعطوني حقي. ويخرجوا ويشوفوا عين المكان. أنا كنطلب من الناس المسؤولين. ويشوفوا عين المكان ويشوفوا الحالة اللي واقعة علينا. راه ولينا حايشين في الرعب والخلعة. الناس اللي مدوزين قاتلين الروح ولا كيهدونا بيهم. ولاد الورثه عندنا قاتلين الروح وكيهدونا بيهم، من يخرجوا يهدونا بيهم. دخلوا عليا حتى للدار، دار دايره شكايه، ضربوني في رجلي ومشيت للرجال دارك ما عطوني حتى شي حق. عيطوا عليا انا السيد كيبني وعيطوا عليا انا شجنوني 24 ساعه وانا مشجونه عندهم. والشتا والبرد تكمل السيد الحيط على الطريق، انا مخرجه عون قضائي وراني دايره خبره معينه ودافعه المحامي. انا كنطلب من الناس المسؤولين، انا امراه درويشه، اعطوني حقي. انا باغا حقي وحق ولادي. ولدي تا هو وريث. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.